وينك اختي مهراج؟ اختي ليش جاي لهون؟ لا تقلي لي جاي تخبريهم عن اللي صار. سودها اهلا وسهلا، تفضلي ارتاحي، رح انادي لمرت عمي. عادي سودها شبك؟ قليلي انت منيحة؟ ايه كتير منيحة. ليش؟ يعني انا منيحة كتير. مرت عمك بغرفتها مو هيك؟ ايه. انتي شاطرة، هذا الشيء كتير منيح لأنك قدرتي تنظمي الاجتماع يلي صار لنا زمان عم نحاول نساويه، وهي عزمة عائلتنا كلها. ايه. رح تجوا كلكن مو؟ ايه كلنا رح نجي. تمام، لكن أنا رح روح. خير سودها، شو صاير؟ مانك على بعضك بنو؟ قليلي في شيء؟ مرت عمي وأنا كمان بدي أسألها نفس السؤال، لأنه من أول ما إجت حسيتها مو على بعضها. قولي لنا شو صاير، من شو متضايقة؟ أكيد نحن فينا نساعدك إذا أنت أكل هم تنظيم الاجتماع والشغلات اللي بتتعلق بهالأمور. فلا تأكل هم، أنا رح أساعدك، أنا عندي خبرة كبيرة بموضوع التنظيم. صهري ما في منك انت. شكرا لك، طلعت بتعرف العالم شو بتفكر من نظرة. وهلأ بعد ما عرض خدماته عليكي روقي شوي ولا تاكلي هم بنوب، لأنه بصراحة فيك تعتمدي عليه بكل شي تقريبا. أنا صار لازم أمشي لأنه أكيد ناطريني بالدار ولسه في شغل. أكيد بنتي، الله معك، وكلياتنا رح نجي المسألة عندكن. الله معك. طيب ماشي. مرت عمي أنا طالع، عندي مشوار صغير وراجع، لأنه بدي اشتري كم شغل من السوق. بالإذن منك. الله معك. قلتي أنا شفته بعيوني، لهيك كان عم يقلي إني ما أخبر حدا باللي صار. بس أنا لهلأ ما فهمت ليش عمو ما بده حدا يعرف إنه تخانق مع خالة سودها. أكيد القصة كبيرة كتير، وإلا يعني ليش لحتى سودها تيجي وتضربه بهي الطريقة؟ طيب شو اللي صاير بيناتهم يا ترى؟ من هون هذا الجناب. اه
هيك. آخ بالنص بنتي. ليش لهلأ لسه ما أكلتي؟ بعدين بأكل مهراج، لازم خلص كل الشغلات اللي طلبتهم مني ستي وبعدين برجع وبأكل كل صحني. يا ربي بأي صفحة كنت؟ لك وينا؟ ضيعتها. غانغا تعي لهون عدي لشوف، تركي الكتاب وتعكلي يلا. بس يا مهراج. بس لأمتى بدك تضلي بالأكل؟ افتحي تمك. إلك من الصبح عم تشتغلي، أصلا ما بعرف ستك شو بيصير معها، بدها كل الشغلات تصير بوقت واحد. انتي كلي بالأول وبعدين روحي درسي. ايه؟ مهراج طيب كل معي. مهراج انت بتعرف انه انا شاطرة كتير بمادة الرياضيات؟ عن جد؟ اللي قديش مجموع 10+11؟ انتي عم تدرسي ولا عم تعملي لي امتحان؟ وينك غانغا؟ تعي لهون لشوف. استني شوي لا تروحي، كلي بالأول. غانغا وينك انتي؟ يعني مانك عم تسمعي؟ ستك عم تناديلك يلا تعي. ايه سمعت يلا جاية. وقفي شربي مي بالأول. ايوه شوفك بعدين. شكراً لك. يا ربي دخيلك نجح غانغا ولا تضيع لا تعب. إذا دريت إنك حكيتي أكيد أنت بتعرفي شو اللي ممكن أعمله. هاي عم حزرك. مين في هون؟ هاي أنا. شو بك؟ أنا شو بها؟ جيت لأخذ مي، أنا رايح أجيب مي. ليش هيك مرعوبة؟ يعني شو كانت عم تعمل سودها جوا مع هداك الرجال؟ ما بعرف شو اللي كان عم يصير مع سودها. ما شفتي وشها؟ قلتي؟ كانت مرعوبة وشها أصفر وكمان كانت متوترة كتير. يا رب دخيلة ما كنت متوقع إنه سودها تعمل هالشي. قوليلي أنتي ليش عم تبكي؟ شو صاير معك سودها؟ يعني في شي عم يوجعك؟ طيب ليش ما بدك تحكيلي؟ عم تخوفيني عليكي؟ مشان الله احكيلي شو اللي صاير معك. يلا قوليلي بقى أنا عم بسمعك. هداك الرجال أمكار زوج بنتها لأمها، صار له فترة عم يلاحقني بجيمة. سودا you
شو بدي قلك. إذا بتفتحي تمك صدقيني رح تندمي، وإذا بتساوي عكس اللي حكيته معك وقتها ما رح تكوني مبسوطة. معقول صهرة لأختنا يطلع هيك؟ كيف هيك بيتصرف بقلة أدب؟ قديش وقح هالرجال؟ ما توقعت إنه يطلع هالشي منه أبداً. كيف كان عم يتخبى بتيابه؟ بس أنت ما لازم تسكتي له بنور. طيب سودها، ليش ما خبرتيني بالقصة قبل هلأ يا بنتي؟ ما استرجعت أحكي شي لأنه هددني. هو بيهددني دايماً، حتى اليوم هددني وقال لي إنه أنت مرة وما حدا رح يصدقك، وهددني إنه بده يقتلني إذا حد عارف بالقصة، وإنه هو عم بيلحقني دايماً. هالمجنون فوق عملته بده يقتلني. المشكلة إنه كل يلي قاله صحيح يا سودها. الناس ما بيحكوا إلا على المرأة وتصرفاتها، ما بيطلعوا غير عليها وبينطروا لتغلط، والرجال ما حدا بيحاكيهم شي. وبصراحة هي هي الحقيقة البشعة اللي عم نعيشها بحياتنا. أنتي أرملة، خسرتي جوزك وقت كنتي بعمر صغير كتير، ما بتعرفي العالم كيف بدهم سيرة ليحكوا. أنتي أكيد عم تفهمي قصدي مو هيك؟ نحن بإيدينا منخليهم يحترمونا، وأنا بصراحة نصيحتي إليك إنك لا تخبري حدا بهالقصة، لا تخليها تنتشر أبداً. ليكي أنتي عانيتي كتير وقت اللي مات جوزك، ولازم تكوني هلأ قوية كتير، وما لازم إنك تخلي هالقصة تنزعلك سمعتك بنوم. لازم تتأقلمي مع الموضوع. طيب ليش هالزلمة عم بيعمل معي هيك؟ ليش ما صار مع حدا غيري؟ ليش هاد حظي أنا؟ سودا شبك؟ خلص قومي. ليش عم تبكي؟ حبيبتي خبريني شو اللي عم بيصير معك؟ لا تخافي مني واحكي لي. ليكي صاير معك شي احكي لي لأقدر ساعدك. سودا اسمعيني، أكيد في حل قد ما كانت المشكلة كبيرة. أنا حسسني قلبي إنه فيكي شي، قليلي لا تخبي عني. أنا ما فيني شي، وبعدين من إمتى بتهتمي فيني؟ أنتي لا تاكلي همي بالمرة. إيه تذكرت قصة قديمة وتضايقت عليها شوي، لهيك عم ببكي. أنا رح روح شوف شو ناقصن. شكل المشكلة كبيرة كتير، لهيك سودها كانت عم تبكي. شو القصة؟ شو اللي عم بتخبي؟ شو القصة؟ ليش هيك واقف؟ قديش هالبنت الصغيرة مصرة إنه تنجح بالامتحان؟ أنا متفاجئ من إصرارها على الدراسة، مستعدة إنه تتحمل كل شي وما تنام، بس أنا مبسوط.
رح فوت وقلها أنه تأخر الوقت وصار لازم تنام. ما رح ترضى. طلعي عليها شوفي قديش هنعسانة والتعب باين على وشها، ومع هيك عم تقاوم لأنه بدها توصل للي بدها إياه. بتمنى هالتعب يجيب نتيجة وما بدي أي شيء. يا حبيبتي بكرة مهم بالنسبة لك عن جد. بتمنى من كل قلبي تلاقي نتيجة هالتعب. لأنه عن جد بتستاهل. تعال. هالبنت قديشة مهتمة بالدراسة والنجاح. شو الطريقة اللي بدي خبرها فيها إنه شو ما عملت الأرملة بحياتها مستحيل تلاقي حياة سعيدة بعد ما يتوفى زوجها، لأنه ما بيضل الله سند بالحياة. الأرملة ما فيها تحلم بأي شيء حتى لو كان بسيط. كل ما فهمت الفكرة بسرعة كل ما رح يكون هذا الشيء لصالحها. خالة أنا بعرف أربط شعري لحالي، ما بدي أعزبك. ولا يهمك، أصلاً اليوم مهم بالنسبة إليك وإلنا كمان. لو إنه أمك كانت عايشة لكانت هي اللي جهزتك للامتحان. لهيك أنا اليوم رح أجهزك وبدي خليكي تطلعي أحلى وحدة بالعالم. أنا ما بتذكر أمي لأنه كنت صغيرة، بس أنا متأكدة إنها كانت حنونة مثلك. أنتي بتعرفي إنه أنا بحبك، لهيك خليني عاملك مثلها. وهي خلصنا، ضل الربطة. يلا طلعي فيني، دوري لعندي لأشوف كيف طالعة. طالعة بتجنني، حلوة مثل ما تعودنا عليك. خلصتوا؟ جانجا صرتي جاهزة؟ ايه خلصنا. لازم نمشي. عمو شوف كيف خالتي جدلت لي شعراتي وطلعوا حلوين. كتير حلوة. كيف صارت إصبعتك؟ طيب شلون بدك تكتبي؟ عمو أنت لا تأكل همي، أنا رح أقدر أكتب. يلا بابا خلينا نمشي رح نتأخر. يلا جانجا خلينا نروح على المدرسة. أنتي جاهزة؟ كتير منيح. أصلاً أنا واثق فيك كتير. موفقة وإن شاء الله بتنجحي بالامتحان. وهي مني لحتى تحسي إني معك وعم بدعيلك. ساغار ما بدك تقول شي لغانغا؟ اليوم كتير مهم بالنسبة لها. مين قالك انه هي بحاجة لدعواتي؟ لانه لو كان بدها يعني ادعي لها ما كانت قالت لي انه رح تنجح. رح ارجع وقول لك ياها مرة تانية، انا اكيد رح انجح بالامتحان اليوم. خلونا نمشي رح نتأخر على المدرسة كتير. عمو أنا شوي وبجي، عندي شغلة كتير مهمة بدي ساويها قبل ما أروح على الامتحان.
ساغر، جانجا بتوقف معك وبتدعمك شو ما كنت عامل وحتى لو كنت غلطان. وانت ما قلت له ولا كلمة حلوة؟ ايه ما لها بحاجة لكلامي، شو بدك يعني ساوي؟ حبيبتي لا تتضايقي منه. الأولاد دائما بيتخانقوا وبيزعلوا، بس فورا بينسوا اللي صار بيناتهم. هلا بعد شوي بيروقوا لحالهم وبتلاقيهم عم يضحكوا مع بعض. أنا بعرف إنه ساغر بده جانجا تدرس وتنجح، بس هو عم يغار منها شوي. خاطرك. خلصتي جانجا؟ ستي أنا اليوم فحصي بالمدرسة، ادعيلي لحتى أنجح فيه، دعواتك مهمة لإلي. بدي تكوني رضيانة علي لحتى أقدر أنجح بالفحص. ستي أنا درست كتير ومو ناقصني غير إنك ترضي علي وتدعيلي إني أنجح بهالفحص. يلا ستي رح نتأخر على المدرسة. موفقة. بس انت كيف رح تكتبي واصبعتك هيك؟ يعني فيها تمزق. انا بقدر اكتب يا ستي، انت لا تاكلي همي بنوم. انا بتمنى لك كل التوفيق حبيبتي جانجا. شكرا. موفقة يا بنتي، كلنا عم ندعي لك، انت بس اكتبي منيح وركزي بكل إجابة. جانجا بنتي تعي لعندي. كيلي. إن شاء الله عطول يتحقق كل شي بتتمني. جانجا يلا، لأنه هيك منتأخر. الفحص ببلش الساعة 9:30. جانجا كتبي منيح بنتي. إيه أنتي حافظة كل شي، لا تخافي بنوب. ماشي يلا. أنا قلبي عم يقول لي إنه جهدها وإصرارها ما رح يروحوا على الفاضي. كل اللي كانوا هون عم يدعوا لها إنه تنجح بالفحص، ليش واثقين إنه رح تنجح اليوم؟ يا رب تسامحها. تفضل استاذ. اهلا وسهلا، تفضل.
جاهزة بنتي؟ ماشي يلا يلا شباب. معقول صير ادرس هون مع هدول الاولاد؟ يلا منهم. يلا امشي. يلا ساقار لازم نجيب كتاب الفيزياء. بابا نحن رح نروح نجيب كتاب الفيزياء. خلص انت وقفي هون، هاي قاعة الامتحان، بدك تقعدي هون وتقدمي الفحص. صباح الخير. اهلا استاذ، صباح النور. قالوا لي انه في مين رح يجي معنا ليكتب عنا، مين هو هذا الشخص؟ بدي اعرف. هي رح تكتب بإيدها بهالحالة هاي؟ إيه، حاولت أني لاقي شخص يساعدها بالكتابة بس ما لقيت. مو حابة تضيع هالفرصة وتروح عليها وما تقدر تقدم الفحص. طيب كيف رح تقدر؟ بهالحالة نحن ما فينا نساعدها بالكتابة بالفحص. ما في داعي لحتى حدا يساعدني بالفحص، أنا رح أكتب. شوفي بنتي، الموضوع ما هو سهل مثل ما مفكرة. مع هيك إذا أنت حابة إنك تجربي فيك تجربي. موفقة بنتي. شكرا. يلا تعالي معي. خلي همتك عالية وثقتك بنفسك كبيرة وإنك رح تنجحي بالامتحان وبعلامات عالية، ولا تخلي شيء يأثر عليكي أبداً. تمسكي منيح بحلمك وأنا متأكد إنه رح توصلي له. وعندي ثقة كبيرة فيك. وهلأ الفحص رح يبلش، لا تتوتري بنوب وانتبهي على إيدك. أوعك تنسي الإنسان الناجح بينجح بس يفكر بالنجاح وبيفشل بنفس الطريقة، ولا تسمحي لليأس إنه يسيطر عليكي ولا لحظة واحدة. ووقتها أكيد بتنجحي. ولا تخافي، أنا رح أكون واقف معك بشو ما صار بعد الامتحان. فوتي غانغا، رح أنتظرك هون لحتى تخلصي. وفاء بنتي. الأستاذ لسه ما أجا، ما منحسن نجيب الكتاب ليجي. شوفي شو، وين شارد؟ ما في شيء. إجتني فكرة، لازم نعمل شيء لبين ما يجي الأستاذ. تعا خلينا نروح نشوف غانغا شو يلي عم تعمله، عم تحل الأسئلة ولا قاعدة عم تبكي مثل الأولاد؟ لا ياش، ما بدي. بلا غلاظة، ليش لا؟ لا ايه تعا معي. لك اهدوا شوي، تفضلي لازم تجاوبي على هدول الأسئلة.
بعرف الإجابة على هذا السؤال. حفظت جوابه لهالسؤال بس ما عم بقدر اتذكره. يا ربي كيف نسيته للجواب؟ ايه حبيبتي اهلين. ايه فاتت هلا ان شاء الله. لنشوف شو رح يصير. طلع عليها ما بتصور تنجح، ما عم تقدر تكتب. بس دقيقة. ايه مادفي مبين انه ايدها عم توجعها بس ما عم تستسلم ابدا ومصره انه تكفي بالامتحان للاخر. انا بصراحه خايف عليها كثير لانه ما بصير تضغط هيك على اصبعتها. اه يا ربي ايدي عم توجعني كثير، أعطيني شوية صبر لأتحمل هالوجع. كيف إذا زاد الوجع بدها تخلص امتحان؟ طبعاً عم أدعي لأنها تخلص الامتحان بنجاح وإلا البنت رح تنهار من الزعل. طيب ماشي أنا لازم سكر. إيه خلص ماشي بس تخلص امتحان بخليكي تحكي معها. ماشي وينو ساقار؟ ياش وينو ساقار؟ خلص لا تاكليهم، أنا رح أكتب عنك. أهلين ساقار، معناها أنت اللي رح تكتب عنا. إيه أنسة، أنا اللي رح أكتب عنا هلأ. طيب.
انت هلا قولي لي جواب وانا بكتبه. التضاريس التي تحيط بنا من الداخل. الجواب غلط. ايه معلش، اكتب مثل ما انا عم قلك. وهذا كمان غلط. انت بس اكتب الجواب يلي انا بقوله. ضل معكن 10 دقايق، يلا اكتبوا بسرعة. يلا عجل بالكتابة. ايه عم اكتب، يعني بدك أسرع من هيك؟ أصلاً أنت كثير بتطولي بالتفكير. طيب خلص بعدين نتخانق، أنت هلا اكتب. يلا يا أولاد وقفوا الكتابة لأنه خلص الوقت. ما سمعت الأنسة شو قالت؟ شو ما عم تفهم؟ خلص الوقت يعني حاج تكتب. أعطيني حبيبي. اكتب مشانك يا مجنونة. خلص الوقت. أعطوني الورقة. خلص الوقت. أنا ما بدي غش بالامتحان. لك ليش ساعدت لغانغا؟ هذا هو ابني ساغار، هذا هو. كيف كان الامتحان؟ غانغا شو هاد الدم؟ لازم نروح على الدكتور. شوفي ما جاوبتي منيح على الأسئلة يعني؟ بلا بابا جاوبت على الأسئلة، بس يعني أغلبية الأجوبة اللي انكتبت غلط وأنا قلت لها هذا الشيء. بس هي أنا قلت لك إنه أنا ما بدي غش بالامتحان، أنا بدي أنجح بتعبي وبس. يعني كيف بدك تنجحي بدون ما تغشي بالامتحان وأجوبتك تنسى غلط؟ لا لا ابني لا تحاكيها هيك. غانغا تعبت كثير ودرست وهذا الشيء بحد ذاته ممتاز. لو هي بدها كانت غشت، بس ما بدها. وشو ما كانت النتيجة منشوف لوقتها. ليش تتحكي هيك وتزعلها منك للبنت؟ أكيد في عندها أجوبة صحيحة مو هيك؟ بلا بابا جاوبت صح، بس في أسئلة كانت أجوبتها غلط. لهيك أنا عم بقول إنه ما رح تنجح بالامتحان. ما